الله باركي نايمين الساعة حوالي 10 واني ما حاسس الا فوق سمعنا صوت ما في صوت اصلا طلعنا لهون لبرا صح يا عالم حدا ينقذنا ونتاي العالم هي بدها منقذها فتنا والله طلعنا اخواتي ولاد عمي 40 واحد راحوا بجدي راحوا هون زر صاروخ عبيتهم فيه اجور وفي ايش دولة حضا يعني نوم فيه طلعت نانتي اربع شاف خالتي طايرة لالا ملوة ما نعرف بس افهم ليش عم بضربني يعني عكم الاوعية الضعيف بس هيك كو حجر طار مبنى كرتون عطير ما مبنى حجر طلعنا ولاد عمي شباب واحد عم صلي هيك ساجد عم صلي كان كلهم شو ما احلاهم ريحة المسك طلعت منهم ما بضحكوا اذا تحكي اذا تشوف اذا تحكي ما مين تصيح يا عباس محمود ولا ابن عمي ابنه مات ولا في مرة حامل هذا شهرة جوزة مخبي لها مصاري لحتى تولد راحوا ولا بدي احكي لك في ولد عمر جمعة ابوه طق عليه عبنا ملا بالقبر ابوه يحرس القبر يحرس اخواته يسلم عليهم جنني والاب مات في قال ايش يا راسه بتكون شحاطة صرامي ما نعرف ايش مبارح انا نزلت طلعنا ما شفنا شيء ما شفنا انا كنت مصوب اغمي علي ابوي حساس كثير ما قلت له انا ما قلت له في شيء انا قلت له ما صح نايف قلت له ها ما في شيء رحنا هنيك والله يا جماعه كويسين طار البيت اثناء الصاروخ رجع ضربنا ولا وما هيك الكعب